مرحبا مساء بكم أعزائي المشاهدين من جديد. ننتقل إلى الشأن الإنساني، فقد نظمت جمعية قطر الخيرية الملتقى الدولي الثالث للعمل الإنساني في فندق الماريوت للتباحث في مواضيع تتعلق بواقع العمل الإنساني في الوقت الحاضر. نتعرف أكثر على هذا الملتقى من خلال هذا التقرير. تنظم جمعية قطر الخيرية على مدى يومين الملتقى الدولي الثالث للعمل الإنساني بمشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الخليجية والدولية إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي. محورين الرئيسيين اللي بيناقشهم الملتقى، محور الأول مدونة العمل الإنساني للرقي بالعمل الخليجي ليكون في مصاف العمل الدولي والأممي. المحور الثاني وهو الوصول للآمن، نقصد بالوصول للآمن أثناء الأزمات، أثناء الحروب، أثناء تقديم المساعدات وتقديم الإغاثة. يشكل الملتقى محطة مهمة للتشاور بين الفاعلين الإنسانيين في المنطقة وشركائهم من المنظمات الإنسانية الأخرى بشأن أهم القضايا المرتبطة بواقع العمل الإنساني في وقتنا الحاضر، ولا سيما منها مدونة السلوك الخاصة بمبادئ العمل الإنساني وموضوع الوصول الآمن لضحايا النزاعات المسلحة وتدابير إدارة المخاطر أثناء عمليات التدخل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بموجب القانون الدولي ومناطق المدنيين المحمية في أثناء النزاعات المسلحة. يصاحب الملتقى معرض يضم أهم الإصدارات ذات الصلة بالعمل الإنساني، ينظم بالتعاون بين كل من المركز الدولي للدراسات والبحوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسة قرطبة ومركز الجزيرة للدراسات وجمعية قطر الخيرية. الهدف طبعا من المحاضرة اللي هو التثقيف والتعليم، والهدف من الورش المشاركة الجميع في إثراء هذا الملتقى. يهدف الملتقى إلى توصيف أهم التحديات والعوائق التي تواجه العمل الإنساني اليوم وتحليلها وتعزيز قدرات المنظمات الإنسانية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ووضع معالم لخارطة طريق تسلكها تلك المنظمات من أجل استجابة إنسانية أكثر فعالية وأماناً. وفي سياق العمل الخيري أيضا، لا تزال مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف مستمرة في إيلاء التعليم اهتماما خاصا ضمن مشروعاتها الموجودة في 90 بلد حول العالم. نعم، آخر هذه المشاريع كان افتتاح مدرسة اقرأ لتعليم القرآن الكريم والعلوم العصرية في أندونيسيا، وذلك بهدف إعداد جيل صالح من أبناء المسلمين حافظين لكتاب الله، خبيرين بالواقع ومتطلباته، فاهمين للإسلام بمنهجية الوسطى السمح اللي يجمع بين الأخلاق والعلم. التفاصيل نشوفها مع بعض في هذا التقرير. ضمن مشروعاتها الخيرية التي تمتد إلى 90 بلدا حول العالم، افتتحت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف مدرسة إقرأ لتعليم القرآن الكريم والعلوم العصرية في محافظة سولو في إقليم جاوا الإندونيسي، وذلك على مساحة تزيد على 2500 متر مربع بتكلفة بلغت 850 ألف ريال تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر. تبلغ طاقة الاستيعابية للمدرسة 120 طالبا في السنة، وتضم عدة مبان على مساحة 610 أمتار مربعة، تشمل مسجدا يتسع ل 140 مصليا وستة فصول دراسية وغرفتين ومقصفا، فضلا عن بئر ارتوازي على عمق 60 مترا لإمداد المدرسة بالمياه.
وتعد المدرسة ذات مكانة مهمة لما تقدمه من مواد علمية قرآنية مقرونة بالعلوم العصرية، وهي من المشروعات المهمة التي يحتاجها جيل واعد في أكبر دولة إسلامية في العالم لجهة عدد السكان، لكونها تسهم في تحقيق توازن بين الأصالة والمعاصرة من خلال العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهما ونشر العلوم الشرعية. ننتقل مشاهدينا إلى التراث، وضمن رسالتها الساعية إلى إحياء الموروث البحري القطري العريق، تستعد المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا لإطلاق مسابقة المينة الخاصة بالغوص على اللولو والمخصصة للصغار، والتي تهدف إلى تعزيز موروثنا البحري لدى النشأة، وذلك عن طريق استحضار ذكرى الأجداد وفاء لبطولاتهم وتجاربهم. نعم يا حمد، للمزيد عن هذه المسابقة معنا السيد محمد السادة، عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة المينة والمسؤول الإعلامي للمسابقة في نسختها الثانية. مرحبا وسهلا بك يا محمد. يعني أنا بحب أوضح للمشاهدين في البداية أن أنت من الجنود اللي دائما يكون خلف الكواليس، ما شاء الله عليك، يمكن شفناك تابعناك في سنيار، وكنت أنا قريب منك خلف الكواليس ما شاء الله عليك. وأشكرك طبعا وأشكر الأخوان كلهم جهاد الجيدة والربع كلهم اللي موجودين خلف هذه البطولات. أي نعم، العفو طبعا، بس حبيت أنا أوضح في البداية موضوع المينة. ما بعد سألناك صبر، هو الحين شكرك على السنيار. أنا جايك في شو اسمه، أمرني تو أنا بقول لك يا راعي بحر محمد، راعي بحر ترى حاسب معروف، أنا في يوم كنت صغير في المينة معروف. أي نعم، أمرني بقى نبغى نعرف وش الله يسمك، يعني بطولة المينة بشكل عام، وش هي بطولة المينة؟ يعني أنا ما كنت أعرفها، لو أني ما تابعت، لو أني ما شفت لقاءات تسير على قناة الريان ما كان عرفت وش هي بطولة المينة. هي الله يسلمك، المينة إحنا عندنا الله يسلمك توجه تثقيفي لنقول الناشئين، يعني مو بالأطفال، الناشئين اللي أعمارهم من 10 إلى 14. إحنا يعني استقطبنا فكرة المينة اللي هو كان الغوص يدشونه من الأيام قبل، أخذنا الاسم، إحنا ما أخذنا الفعالية هي نفسها، إحنا أخذنا الاسم بس كناية أساس إنه يعني ننشر تدلون على البطولة أو الشيء اللي هم يسوونه. نعم. وفي نفس الوقت إنه نشر بعض الأسامي اللي اندثرت عندنا المينة، المطامس، الخنشية، الأسامي اللي كانوا يسوونها أو اللي كانوا يبحرونها قبل هالغوص. إحنا ما أخذنا الفعالية نفسها اللي هي المينة نفسها، لا إحنا أخذناها كاسم. نعم. وحطناها تحت مسابقتنا. إحنا مسابقتنا تعتبر تثقيفية أكثر من ما تكون هي تنافسية ما بين الشباب يعني. نعم. إحنا نشوف محمد الحين لقطات عن يمكن النسخة الأولى السنة اللي طافت. نعم. يعني أنتوا أخذتوا المسمى المينة. نعم. ولكن ما كانت أصلاً حق الصغار، يعني شبابنا كانوا أصلاً يروحون. المينة هي المينة والخنشية باللغة العربية هي أصلاً المجنة، إنك تجني شيء. نعم. طبعاً المجنة تعريفها أو المينة تعريفها جني المحار في المياه الضحلة. أيوة. والمطامس المياه الضحلة، يعني نتكلم إحنا من على اللغة العامية من السر، يعني تقريباً أو من البطن وتنازل. لكن المطامس يعني مو يرق البحر. نعم. لكن المطامس لا، ييك شوي لين تقريباً أغزر. أي نعم، أغزر شوية. يعني المينة أقل البحر. المينة أي نعم أقل. فاحنا المطامس أعلى البحر. أعلى أي نعم، تحت تقريباً للرقبة. نعم. بس إحنا خدنا دمنا، إحنا يعني متوجهين حق شباب. شفنا ان شباب صغار واخذتوا الاسهل، فاخذنا الاسم لهم. زين. نعم. مش الفعاليه هي نفسها يعني. الله يوفقكم ان شاء الله. الله محمد الحين السنه هذه هي السنه الثانيه. نعم. سويتوها العام المسابقه، والسنه هذه يعني هي النسخه الثانيه. وش فرق اللي سويته العام وش اللي انت حضرتوه حق السنه هذه؟ والله احنا يعني كاداره الشواطئ بكتاره كل سنه، يعني مثل ما ابو محسن هو عارفنا، يعني كل سنه نزيد من الافكار، نزيد من بعض الشروط. العام خدنا احنا الاعمار الشروط التعديليه، طبعا هم التعديليه، لا التعديليه مش تعجيزيه. دائما انتم دائما يعني فاتحين ببانكم لاستقبال اي اقتراحات. أي نعم. وتقومون بها ما شاء الله. أي نعم. عليكم. الحمد لله. يعني العام خدنا من 10 لين 16. هاي اول شيء. لكن شفنا ان في فرق في كبير. نعم. في فرق كبير. نعم. يعني الصراحه يعني اللي ابو عمر 16 يونا بمواترهم. فاحنا كنا نبغي لا يعني فئه معينه أساسنا أقل أصغر، لأن حتى اللي عمر 16 ذاك الوقت على أيام الشيبان الأول قد حاف رجال يعني. نعم. قد نأخذه. نعم. السنة هذه بعد غيرناها شوي، دخلنا عليهم اللي هي
فعالية أو نقدر نقولها فقرة الطواش. أن الطواش بيمر عليهم في حزة جمعتهم في وسط هذه، ممكن يتبادل معاهم نفس الأول، يعني كان يتبادل معاهم بالميرة قبل، كان يأخذ من عندهم قماش ويعطيهم مثلا ماتلة مثلا ماتلة كذا كذا. فبندخل هذه أساسنا نحسسهم أنهم فعلا في 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 رحلة شقة أو رحلة عناء يعني. إنزين إحنا صارت محمد يعني من 10 لين 12. إيه نعم. لا من 10 لين 14. لين 14. إيه نعم. من قبل كانت من 10 لين 16. لين 16. إحنا لو بنتكلم يعني يمكن استعداداتكم الحين أنتوا للبطولة وين وصلتوا وإيش استعداداتكم؟ إحنا اليوم انتهينا من اختبار الفحص الطبي. الفحص الطبي إحنا خلصناه، صار لنا أسبوع إحنا مخلصينه. كل شخص لازم يجتاز الفحص الطبي يكون لائق أو غير لائق، لكن كان في فحص اختبار لياقة لهم للأشخاص طبعا على أربع طرق، اللي هو السباحة لمدة 15 متر، الطفو لمدة 30 ثانية بس، ويكون مرتاح مو بأنه تعبان ممكن بغرق أو شيء، يكون لا يعني مرتاح، وعندك القفز العمودي، وعندك الغوص لمدة لعمق تقريبا متر لمتر ونص، أنه يجيب رملة يعني متر يعني غسل العمق جدا بسيط يعني. يعني شرطي هينة تعتبر. هي نعم هينة. في بعض الآراء أو بعض المقترحات اللي قالوها أنه يعني لو ما نجح شو نسوي معه؟ يعني هل نرد؟ إحنا ما نبي نكسر الخاطر حد، ما نبغي نرد حد، بنخليه سيب فوق. سيب أي نعم يعني هاي يعني هاي الفكرة الصراحة طرحناها هالسنة. العام لا، اللي ما يجتاز ما يجتاز على اساس ما تحرمونهم من المشاركه، عشان تخبر ما بينهم يعني انت الشيت وهاي ما ادري ايش العوض ولا الحريمه. اي نعم يروح معهم على السيب وممكن يتشجع يعني حق السنه الجايه ياهل نفسه انه حق السباحه ويعلم نفسه. شو المطلوب اذا انا مثلا بجيب ولدي ولا بجيب اخي؟ والله شو اللي انتم تبونه غير الفحص الطبي؟ اي نعم في ثلاث اوراق او لو نقول ثلاث فورمات. الفورمه الاوليه توقيع من ولي امر انه ولي امر كذا كذا ما عنده مانع ويوقع طبعا هذه. والفورمة الثانية بيانات المتسابق نفسه، والفورمة الثالثة اللي هي لازم من الفحص الطبي من أي مركز صحي يجيب لنا ورقة لائق طبيا. اي نعم لائق طبيا وما عندها اي مشاكل سواء في التنفس، وهو اهم شيء تقريبا اللي هي مشاكل التنفس. نعم. متى اخر موعد انه يسلم الطرف؟ اخر موعد كان خلاص يعني اي خلص خلص خلص. بس عقب اللي شاركوا اكيد حضرين ثلاث فورمات. نعم ثلاث فورمات خذوها من عندنا، واحنا بعد سهلنا عليهم العمليه خليناها في السوشيال ميديا وعلى موقع كتارة، يقدرون ياخذونه بدل ما يجونا مرتين يجونا مره واحده. نعم يجيبوا لكم الطلب جاهز. اي نعم يجيبون الطلب. محمد نتكلم عن يعني برنامج المسابقه، مسابقه المينا. نعم. متى بتبتدي وشلون بتنطلق وكم يوم متى بيرجعون يعني بالتفصيل؟ ان شاء الله الفعاليه بتبتدي تاريخ 21 هالشهر 21/5، بعد يومين ان شاء الله يوم الخميس. اي نعم. وتنتهي تاريخ اي نعم وتنتهي تاريخ 23 اللي هو يوم السبت. الفعاليه هي بس مجرد خميس وجمعه وسبت. نعم. هي الفعاليه بالنسبه حق طبعا الساعه 4:30 تبتدي على شاطئ كثارة، بوابه رقم 17. 4:30 العصر. 4:30 العصر راح تكون الدشة. اي نعم. راح يخطفون الإشراع تقريبا على الساعة 5 بالضبط خبر. يعني نص ساعة يبغيهم يحطون أغراضهم في المحامل ويذهبون أمورهم خلاص، ونخطف الإشراع احنا دشين البحر إن شاء الله. من يوم الخميس. من يوم الخميس. يعني انتم تروحون في البحر. اي نعم دش ان شاء الله يوم البحر، والقفال بيكون يوم السبت. زين وين موقعكم؟ وين بتكونون في البحر يعني؟ كم المسافة اللي بتقطعونها؟ اللي بنقطعها الله يسلمك احنا اخترنا مكان قريب، اللجنة اختارت مكان قريب أساسنا مهما كان يعني هذا اللي عندك صغار وما تبي يعني تخرعهم مثل ما يقولون. نعم. أو شيء. فاحنا اخترنا بري المفرس أو هير بري المفرس. هو قريب من الدوحة أو من مدخل الدوحة. أساسنا نحسسهم أنه مهما كان أنتم ترى في الدوحة رأي. يعني مو بنبي. نعم. شو اسمه هير إيش؟ هير بري المفرس. يعني احنا عده معنا هير بري المفرس. نعم. انا ما اعرف العسيري كم على هذه. هو اصلا بري العسيري. هو هو نفسه بري العسيري. ناخذها اقول لكم سهل. اي نعم الله يرحمه سواه، لكن المكان هو المكان يسمونه المفرس. المفرس. اي نعم. انا برجع فيها على عيسى بن خلف ان شاء الله، هو المستشار الخاص حقي حق البحر. نعم. يعني يمكن انتم من فعاليات المسابقه انكم تعودون الصغار على الاعتماد على النفس، ويمكن يعني لو بنتكلم عن اشياء هم وايد راح يستفيدونها، لو نتكلم عنها محمد شنو المهارات اللي راح يستفيدونها هم
الصغار من هذه المسابقه؟ والله في البدايه احنا كمشرفين، نقول نفسنا مشرفين يعني في المحام اللي بنكون معاهم، راح نوزع المهام من ما نقول يعني من اصغرهم لاكبرهم، لا ان شاء الله كلهم راح نوزع المهام. وطرحنا فكره هالسنه ان سالفه النخده راح يعني تتحاور على فترات ما بين شخص وشخص وشخص، يعني انا ممكن امسك مثلا خالد اقول له ترى انت نخده الحين عندك من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، ابى اشوف حسن ادارته. اي نعم، وطبعا بنقل النخده طبعا راح نعطيه مثل شارتي وزار انه خلاص انه يكون نخده، وان اللي حوله وحواليه في المقدمي في السكوني في السليدان، يعني في راح نوزع المهام عليهم. طبعا هذه نبي نعيشهم قد ما نقدر باجواء البحر كلها. طبعا مكافاه الشخص اذا انا افتريت عليه طول اليوم مكافاته انه مثلا كان جدا مجدي انه ناخذه فعلا، راح اخليه يوم الثاني ناخذه. هاي كبدايه الموضوع يعني. بس بيكونوا معاهم مشرفين طبعا. احنا اي نعم بيكون احنا كاداره الشواطئ. وكم محمل اللي بيطلع؟ هم لحد الان سبع محامل. سبع محامل، سبع فرقه؟ سبع فرقه اي نعم. سبع فرقه. سبع فرقه. كل فريق كم؟ كل فريق فيه 12 متسابق. وممكن على هاليومين ممكن نخليهم 13، بس لحد الان هم 12 شخص او 12 متسابق لكل فريق. ممكن تخليهم 12 شخص لكل فريق، يعني ممكن يزيدون عندكم. ممكن يزيدون، لكن كل محمل فيه مشرف طبعا. اربع مشرفين. مش مشرف الاولي طبعا بيكون هو على كل محمل اربع مشرفين. على كل محمل اربع مشرفين. المشرف الاول طبعا مهمته انه يسيطر على المحمل من ناحيه يعني كنخذه، يعني بيكون نخذه من الفعلي. فوق الفعلي. المشرف الثاني بيكون معاهم في الماي في البحر، والمشرفين الاثنين مثل ما يقولون مثل فرق انقاذ، واحد بيكون فوق بيتابعهم اول باول، والثاني معاهم في البحر معاه اللي هي طوق النجاة كذا، أساس إنه يساعدهم لا سمح الله إذا في شيء ولا شيء. زين محمد، يعني من ضمن الأهداف اللي أنتم تسعون لها هي الفوائد التربوية والتعليمية، هل توثقون هالشيء؟ يعني ممكن يكون واحد من المشرفين يوثق الأشياء اللي يسوونها، تسجلونها بفيديو مثلا، هل يتم توثيق الأشياء هذه؟ وش الفوائد اللي ممكن ترجع على عيالنا يعني في إنهم يتعلمون يعني أحد الموروثات للشيبان وشلون كانوا يجنون مصدر الرزق لهم؟ والله احنا طول فترة الفعالية عندنا طبعا كتب نرجع لها، وعندنا يعني موارد نقدر احنا نتكل عليها، مراجع نقدر نتكل عليها. طول الفترة احنا كمشرفين محددين احنا اوقات، مثلا الساعة الفلانية للساعة الفلانية لازم نقول لهم مثلا هل الغوص ايش كانوا يسوون، مثلا لو ينكسر عندهم شيء شلون يجبرونه. نتكلم عن مثلا فرمل الاشراع، نتكلم يعني بنتوسع معاهم ان شاء الله في كل المجالات اللي كانوا يسوونها. لا انا اقصد يا محمد مو بالاشياء اللي بيسوونها، لا هل في واحد مثل ما تقول كانه باحث مثلا، احد تحطون مثلا مشرف خامس؟ اي نعم، يعني يشوف ايش يسوون يكتب، يعني كانه يسوي بحث توثيق او توثيق ايش كانوا يسوون، هل الولد كان يسويها صح؟ والله هو يعني لحد الان مقطع كلامك هي كفكره، هاي فكره حلوه ان شاء الله ان احنا نسويها الفعاليات الجايه، لكن فكره طيبه يعني ان شاء الله نخليها ك يعني ككتاب بالنسبه لنا. بالضبط. احنا نخلي لنا مثلا الاشياء هذه، لا ممكن احنا نوجهها يعني لاداره كتار الدكتور خالد السليطي ولا احمد الهتمي. نعم. على اساس من السنه الجايه اذا ما يمدي السنه هذه، من السنه الجايه يكون احد المشرفين كانه باحث يكتب ايش قاعدين يسوون العيار الصغار، ايش قاعدين، وتوثق للدورات او البطولات اللي عقبها السنه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وعلى ذا الموال ان شاء الله. غير هذا يا حمد، انه يعني انه مثل ما ذكر محمد انه في شخص قاعد يعني معاهم يكون موجود في ولهال طبعا الصغار يعني راح يسألونه 1000 سؤال عشان هم يعرفون يعني هذه الامور. السيد محمد الساده عضو اللجنه التنظيميه لمسابقات المينا والمسؤول الاعلامي للمسابقه بنسختها الثانيه، شكرا جزيلا لك. العفو يا جماعه، ما قصرت، جهز روحك انا جايك في البحر ان شاء الله. اترياكم ترى ان شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل معكم ما تبقى من حلقه ترحيب.